العدد 4. أهلا بكم يا أصدقاء الصغار. اليوم سوف نتعرف على العدد 4. 4. 4 تفاحات، 4 موزات، 4 كور، 4 عصافير، 4 سيارات، 4 كلاب، 4 شمعات، 4 أقلام. وإلى هنا يا أصدقائي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، فإلى اللقاء. تدريبات: التدريب الأول، ضع علامة صح أسفل العدد 4. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. التدريب الثاني، صل الصورة بالعدد المناسب. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. التدريب الثالث، صل بين العدد والمجموعة المناسبة. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. إجابة تمام. التدريب الرابع، لون حسب العدد. التدريب الخامس، ارسم عناصر حسب العدد. إجابة تمام. 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 إجابة تمام.